مصر اسم كبير، هي زويل ونجيب وناصر وسادات، مصر الثورة والميدان، مصر أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم. تقدر تعدي، تقدر تفوت، ومهما ضاق بيك الطريق لازم نفتكر أن بلدنا محروسة بإذن الله وأهلها في رباط ليوم الدين. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: حسين فهمي ونهال عنبر، سعيد مرزوق رحل بجسده لكنه باقي بأعماله الفنية. عشنا سنوات طويلة في الدراسة، هفتقده كثيرا يعني. احنا فقدناه بس أنا بقول هو ارتاح. المخرج عمرو عبدين والمخرج عمر عبد العزيز، لو كان لدي ابن أو ابنة فنانة لتصارع الجميع على حضور العزاء. انتوا ما عندكمش حجة أبدا تخليكم مش موجودين جنب الست مراته وولاده في ظرف زي ده. حصل ظلم بين لي في أواخر أيامه. حنان مطاوع ودنيا سعيد مرزوق قيمة سينمائية كبيرة. هو رمز كبير وأثر فيا كتير وعلمني كتير. فنان عظيم وعمل حاجات مهمة كتير وتعذب قوي في آخر أيامه. عمرو رمزي ورامي وحيد في أسد سيناء. أي حد ليه شرف أنه يظهر في مشهد واحد من فيلم هيؤرخ عن بطولة، فهي دي قصة حقيقية وأتمنى بإذن الله أنها تعجب الناس يعني. بعد غياب 18 سنة بيعود الفنان أحمد عبد العزيز للسينما من خلال فيلم حديد اللي بيقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ودرة. في جريدة المصري اليوم اتكلم الفنان أحمد عبد العزيز وقال: السينما وحشتني وابتعدت عنها بسبب أفلام المقاولات. أكد أنه رجع للسينما برغبة حقيقية، وإن سيناريو الفيلم مكتوب كويس جدا وبعيد عن تيمة الحرق الشعبية اللي غلبت على أفلام السبكي. قال كمان إنه بيحب جدا اختيارات الفنان عمرو سعد وبيحترمها جدا، وده اللي شجعه على قبول الدور. وقال عن الفيلم إنه بيدور في إطار اجتماعي إنساني وبعيد عن الأحداث السياسية اللي عاشتها مصر في الفترة الأخيرة. وطالب الفنان أحمد عبد العزيز المنتجين بعدم التركيز على دراما رمضان وضرورة البحث عن موسم موازي، لأن زحمة رمضان بتظلم أعمال كتير جيدة وبتحرم المشاهد من متابعتها. في جريدة المصري اليوم عانى تصريح مهم للفنان الكبير نور الشريف بيقول فيه: غلق الشاشات أمام عرب 48 خطأ فادح. أكد الفنان نور الشريف إن جيله قدم أعمال فنية متميزة رغم هزيمة 67، وإن الرئيس جمال عبد الناصر دعم السينما لإيمانه الكبير بدور الفن في حياة الشعوب. وطالب الفنان نور كمان بتعامل مع ملف عرب 48 باعتباره ملف عربي هام، وقال لازم تفتح كل الأبواب والشاشات أمام الأعمال اللي بيقدمها المبدعون من عرب 48، لأنها أعمال بتدافع عن القضية الفلسطينية. معنا خبر ثالث بيقول: الفنانة غادة عادل توافق على عضوية لجنة تحكيم مهرجان سلا السينمائي. وافقت الفنانة غادة عادل على المشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان سلا السينمائي المقام في المغرب، والمقرر عقدها في الفترة من 22 سبتمبر الجاري لمدة 5 أيام. وهيشارك في المهرجان الفيلم المصري فتاة المصنع للمخرج محمد خان، واللي هيخوض الحقيقة المنافسة في المسابقة الرسمية واللي هترأسها الباحثة والخبيرة عائشة بالعربي. هنروح لجريدة الوطن ومعانا خبر بيقول: نجوم الفن في عزاء سعيد مرزوق. الحقيقة قليل جدا من النجوم حرص على المشاركة والحقيقة غابوا عن المشهد. أقيم مؤخرا عزاء المخرج الراحل سعيد مرزوق بمسجد الحمدية الشاذلية، وحرص بعض الفنانين على حضور العزاء، لكن غاب الكثير من نجومنا. من النجوم اللي حرصوا على الحضور كانت الفنانة ليلى علوي، واللي قدمت معاه عدد من الأفلام منها فيلم المغتصبون، وقالت عن الراحل إنه قيمة فنية كبيرة جدا لا تعوض. أكدت كمان إنها افتقدت إنسان عزيز عليها له أثر واضح في حياتها الفنية. وحرصت كمان على حضور العزاء الفنانة نجوى فؤاد وحسين فهمي ومنال سلامة ودنيا عبد العزيز ونهال عنبر. كاميرا بالألوان الطبيعية حضرت العزاء، والتقينا بعدد من النجوم اللي حضروا واجب العزاء للمخرج الكبير سعيد مرزوق.
من المرض توفى المخرج والكاتب السينمائي سعيد مرزوق واللي عرف بالمخرج المشاغب لتقديمه عدد من الأفلام المهمة واللي أثارت جدل كبير، من أمها فيلم أويد حلا والمختصبون والمذنبون والمرأة والساطور وآخر أعماله قساقيس العشاء مع النجمة نبيل عبيد. كان فنان وكان إنسان وكان صديق و عشنا حياة فنية رائعة جدا سنين طويلة، زوجته وزميلتي من أكاديمية الفنون معهد السينما، عشنا سنوات طويلة في الدراسة، هفتقده كثيرا يعني. البقاء لله سعيد مرزوق، يعني فقدناه ودايما بنفقد أي قامة من القامات الكبيرة في السينما والغناء وكل يعني الشعب الفنية، بصراحة ما يعني ما بنتعوضش بحد تاني، إنما احنا أملنا كبير في ربنا إن هو يعوضنا عن فقدانه، وأقول لربنا يرحمه ويصبر أسرته الفنية وأسرته الاجتماعية كمان أيضا. بعزي الأسرة كلها مدام ريموندا وبنته، بطلب له الرحمة من ربنا، وفي هذه اللحظة بناشد جميع الفنانين وكل في الوسط الفني يعني يحاولوا يزوروا بعض أكتر. انا كنت بزورته اكتر من مره المخرج الراحل سعيد مرزوق، وكانت حالته النفسيه في الاخر كانت تعبانه، فكان محتاج لازم زيارات منين عشان نرفع من روحه المعنويه، وده اللي بنشد بيه الجميع. هقول له هفتقدك بشكل كبير جدا جدا. استاذ سعيد كان زي ابويا بالظبط، ما كانش بالنسبه لي مجرد مخرج، انا تربيت في بيته وكبرت على ايديه واشتغلت معاه ودخلت معهد سينما عشان هو اللي حببني في الاخراج، فهو ما كانش انسان عادي في حياتي، هو رمز كبير واثر فيا كتير وعلمني كتير وما عنديش كلام قليل عليه، ما اقدرش اقول حاجه غير انه هيوحشني. احنا فقدنا فنان ومخرج عظيم وله بصمه كبيره في اعمال قويه، اريد حلا وافلام يعني غيرت اصلا، يعني اريد حلا ده غير قانون المراه، ف كان بيحط يعني له وجهه نظر بيضيفها على العمل بتاثر على قوانين، فانت تخيل قوه المخرج الموجود وقوه اختياره للاعمال والورق الحلو اللي وصل لده. احنا فقدناه، بس انا بقول هو ارتاح ان هو عانى 5 سنين معاناه جامده جدا، فاحنا فقدينه وزعلانين على فقدانه، لكن انا بقول هو ارتاح حقيقه من العذاب اللي هو كان فيه. البقاء لله وربنا يرحمه، فنان عظيم وعمل حاجات مهمة كتير وتعذب قوي في آخر أيامه، ربنا يا رب يغفر له إن شاء الله. والله كل أسف يعني السينما المصرية فقدت زميل عزيز جدا وقامة كبيرة جدا من مخرجي مصر، راجل كان ليه رؤية وراجل اتخذ أسلوب معين ونجح فيه نجاح كبير جدا، بدون شك خسارة كبيرة لينا وللسينما، الله يرحمه، وبتمنى له كل الجنة وبتمنى له كل خير في حياته الثانية إن شاء الله. الله يرحمه، خسرنا مخرج عالمي، مخرج اتربينا على فنه اللي ما زال موجود، مخرج ادى كتير جدا للسينما المصرية ولم نعرف قيمته ولم نقدره كإنسان وكمريض عادي، حصل ظلم بين لي في أواخر أيامه، لولا بعض الأصدقاء المقربين لي اللي كانوا بيزوروه سعيد ظلم ظلم ظلم. أوجه له ما هو راح فارس السينما العربية، ده أحد فرسان السينما العربية، فرسان حقيقي، والفارس النهاردة زي ما بقول في كل مقابلة الفارس اللي بيقع ما بيجيش زيه، وأنقول إيه، هي الدنيا والحياة وكان زميل وصديق وصديق عمر وفنان، أقول إيه، وإنسان كان إنسان، وكان أقول مش قادر أقول أي حاجة تاني غير الله يرحمه ويحسن إليه، بقاء لله. نحتسب عند الله المخرج الكبير سعيد مرزوق، وهو مدرسة فنية، يمكن بدايته فنان تشكيلي ثم موسيقي في الإذاعة ثم مخرج لأهم الأفلام المصرية والعربية، أفلام تعالج قضايا تهم المجتمع المصري. احنا بفقدانه فقدنا أحد الأعمدة الرئيسية،
فبنحتسبه عند الله. الله يرحم الأستاذ سعيد، مخرج من المخرجين الكبار المهمين في تاريخ السينما المصرية، ساب تراث سينمائي رائع وهايل، ويعني معظم أفلامه أو كل أفلامه في كلاسيكيات السينما. تعب كتير في المرحلة الأخيرة، ويعني هو موجود معانا بأفلامه وبإبداعه بفنه، موجود معانا بالتراث السينمائي العظيم اللي سابه، وربنا يصبر الأسرة إن شاء الله ويقدرهم على فراقه. سعيد مرزوق يعني اسمه بيتكلم، أنا شايف إن هو واحد من القليلين اللي بيتعدوا على الصوابع اللي عمل سينما حقيقية في مصر، وأنا أعتقد إنه هو عانى كتير قوي في سنين عمره الأخيرة، وتمنيا من ربنا سبحانه وتعالى إنه يتقبله قبولا حسنا وإنه يبقى في الجنة إن شاء الله. عشان تعب، جيت تخيلت إن أنا مش هعرف أدخل من كتر التعب. الوسط فني، وسط مجامل بطبعه، لكن كون أنا النهاردة ألاقي إنه بعد الراجل ما توفى ومات فيش عدد كبير من الوسط الفني، الناس اللي كانت بتبقى موجودة أثناء ما الراجل بيحضر شغل، أو أنا كمخرج وأنا عارف كواليس تحضير مخرج شغل، بيلاقي كل الدنيا بتكلمه، كل الدنيا بتبقى موجود. طب خلاص الراجل ده تعب قوي، ما كانش حد كتير بيروح يزوره غير الناس الأصيلة، لكن عيب. أنا بقول لزمايلي عيب، وحزين إن أنا أطلع أقول عيب، إن أنتم مش موجودين في ظرف زي ده، لأنه الحقيقة أنتم ما عندكمش حجة أبدا تخليكم مش موجودين جنب الست مراته وولاده. من الصعب ننسى نجوم الفن الشعبي الحقيقيين في بلدنا زي محمد طه وعيد الشاعر وأحمد عدوية ومحمد رشدي. من أيام نشرت جريدة المصري اليوم تقرير عن الفنانة المعتزلة ليلى نظمي تحت عنوان تصريحات صادمة لصاحبة أغنية أم نعيمة اللي حرمت الغناء بعد اعتزالها. ذكر التقرير ست معلومات مهمة عن الفنانة ليلى نظمي، منها إنها من مواليد مدينة الأسكندرية سنة 1945، وإنها اتخرجت من المعهد العالي للموسيقى العربية، وأول أجر حصلت عليه كان 10 جنيه، وآخر أجر كان ليها 15,000 جنيه. في رصيدها 60 ألبوم غنائي من إنتاج صوت القاهرة، وشاركت في 3 أفلام سينمائية هي أنيسات وسيدات ومذكرات الأنسة منال ويوم واحد عسل. صدر ضدها أحكام غيابية لمدة 14 عام في مخالفات مباني، وأصيبت بسرطان البنكرياس، وبعد إجراء جراحة ظهر نفس المرض في الرئة. من ناحية تانية شايفة أن الفن الراقي اختفى، وبتتمنى أن الفنانة نانسي عجرم تعيد أغانيها من جديد. وفي آخر تصريح ليها قالت أن الفن حرام. هنروح لأهم التصريحات الصحفية اللي معانا. مصطفى شعبان: تعاقدي على مسلسل عادل إمام الجديد شائعة، أتمنى حدوثها. أسامة هيكل: لا أعرف شيئا عن مسلسل أهل اسكندرية. عمرو مصطفى: بعد إخلاء سبيل على عبد الفتاح فين حق الضباط اللي ماتوا؟ علي الجبري: نجاح المخرجين العرب عالميا يؤكد ازدهار السينما في المنطقة. شريف رمزي: بتوقيت القاهرة حولني إلى الديلر مخدرات. هلا صدقي إن بطشي في عيد الأضحى وأنتهي من يوم للستات خلال أيام. اسمحوا لي نروح لفاصل، نرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة، استنونا. هنتكلم النهاردة عن الفيلم الجديد أسد سيناء. الفيلم ده من نوعية الأفلام الحربية والسيرة الذاتية، لأنه بيتناول قصة الشهيد الراحل سيد زكريا خليل من أشجع شهداء حرب 6 أكتوبر، وللأسف لم يتم تسليط الضوء عليه خلال السنوات اللي فاتت. تدور أحداث الفيلم حول مواطن صعيدي يدعى سيد زكريا، حارب ويدمر 12 دبابة وقتل 200 جندي إسرائيلي ولقب بأسد سيناء. بيقوم بالبطولة الفنان عمرو رمزي ورامي وحيد، والفيلم من إخراج حسن السيد والإنتاج لعادل عبد العال. تعالوا مع بعض نلتقي بفريق عمل فيلم أسد سيناء ونشوف هيقولوا إيه عن تجربتهم الجديدة، وده هنشوفه في تقريرنا اللي جاي. احنا بنعمل فيلم اسمه أسد سيناء. الفيلم ده عن حرب اكتوبر، عن عملية في حرب اكتوبر، عملية مهمة جدا في حرب اكتوبر، والفيلم بيطرح أسرار كتير قوي لأول مرة تعرض عن حرب اكتوبر، وهو من إنتاج أستاذ عادل عبد العال وإخراج حسن السيد،
ومن بطولة أنا ورامي وحيد والأستاذ حمدي الوزير والأستاذ عادل عبد العال ومجموعة كبيرة أوي، عمرو رجب ومجموعة كبيرة أوي، أنا مش عايز أنسى حد يعني. طبعا كلهم أبطال وكلهم عاملين أدوار مميزة وعاملين ومقدمين شخصيات حقيقية من حرب أكتوبر. بقدم شخصية الشهيد سيد زكريا خليل، ده مقاتل مصري بسيط لكن قدر ان هو يعمل معجزة من المعجزات في حرب أكتوبر، مش عايز يعني اتكلم عنها كتير دلوقتي، واعترف بيها حتى العدو نفسه اعترف بيها، وقوات المسلحة قامت بتكريم أسرة الشهيد تكريم كبير في مسقط رأسه في الأقصر. فهي دي قصة حقيقية وأتمنى بإذن الله أنها تعجب الناس يعني. أي حد ليه شرف أنه يظهر في مشهد واحد من فيلم هيؤرخ عن بطولة الجديد فيها أن اللي حكاها جندي إسرائيلي، دي اللي بيديها مصداقية وبيديها. إحنا دايما ممكن نتكلم عن بطولاتنا ونقول ونمجد في نفسنا، لكن إن اللي يحكي عننا ويشوف شرف الحرب بالشكل ده ويقدم النموذج ده عدو ليك، فدي حاجة، ده اللي بيخلي من الفيلم ده وقصته الحقيقية دي فيها مصداقية كبيرة جدا. وصلنا دلوقتي لآخر فقرة في البرنامج، وأهم تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وأول تعليق معانا النهاردة للفنانة هند صبري، هند منوهة عن صورة جديدة ليها ومعلقة بتقول انتظروا كريمة في الجزيرة 2 في عيد الأضحى. الفنانة نانسي عجرم مبسوطة بمشاركتي في لجنة تحكيم أرب أيدول للمرة الثانية. الفنانة أمل ماهر انتهيت من تسجيل كل ألبومي الجديد وسيطرح في عيد الأضحى. حسن الرداد مشغول الآن بتسجيل مسلسل إذاعي مع الفنانة يسرى اللوزي. المخرج وائل فهمي عبد الحميد مشغول حاليا بتصوير مسلسل أسرار مع الفنانة نادية الجندي. وأخيرا محمد عساف عربية يا أرض فلسطين. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني كل يوم من السبت للأربعاء، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان underscore الطبيعية @wings، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.